الموضوع بتاعنا بقى يا جماعة اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو موضوع اسمه الفيلان. ايه بقى موضوع الفيلان ده؟ كنا زمان بنقول ان احنا السويتش بتاعنا كله هو وان برودكاست دومين، اهو يعني كل الناس اللي موجودة على السويتش ايه؟ شبكة واحدة، فبقول عليه وان برودكاست دومين. ركز قوي بقى، الموضوع ده مهم جدا. قابلتنا مشكلة في الموضوع ده. ايه المشكلة بقى يا معلم؟ المشكلة لو انا عندي عمارة، عندي مبنى عندكم في الكلية، والمبنى ده فيه شوية ادوار، اهو فيه 3 4 ادوار كده، وعندي عندي في الكلية 3 اقسام: قسم للماركتينج، قسم للمبيعات، قسم للاي تي، وعندي في كل دور موظفين قاعدين، شويه في الماركتنج شويه في المبيعات وشويه في الاي تي. تمام؟ فباسم قال لهم تمام قوي، تعالوا بقى نعمل لكم الشبكه بتاعتكم، نجيب سويتش للماركتنج مع سويتش للمبيعات مع سويتش للاي تي، وهنا سويتش للاي تي مع المبيعات مع الماركتنج، مع الاي تي مع المبيعات مع الماركتنج، واي تي مبيعات ماركتنج، وبعدين اجمعهم كلهم على ايه؟ على سويتش بتوع التسويق اهو، وبعدين بتوع الاي تي برضو اجمعهم على ايه؟ سويتش تاني، وبعدين بتوع المبيعات اجمعهم على سويتش ايه؟ تالت اهو، صح كده؟ وبعدين في الاخر هربط لكم كلهم على ايه؟ على راوتر اهو، السويتش ده، السويتش ده، السويتش ده. تمام يا عم باسم، هيتكلف كام؟ لا بسيطة قوي، 200,000 ولا حاجة. خلينا بس ما عملناش الكود ده، صح كده؟ هنا ما عملناش الكود. تمام، حتى لو عملت الكور يعني انا بحكي لك كونسبت بس، طبعا انا مش عامل تمام خلاص. فده طبعا مبدأ غلط، فعشان يحلوا الموضوع ده قال لك لا، انا ممكن السويتش بتاعي ده اهو اقسمه لاكتر من نتورك. يا نهار ابيض، يبقى عندك السويتش الواحد عليه ناس في التسويق وعليه ناس في المبيعات وعليه ناس في الاي تي، والناس بتوع التسويق يكلموا بعض، بس الناس بتوع المبيعات ما ينفعش يكلموه. يا نهار ابيض، ده انا وفرت في الفلوس جدا. كلهم دول على شبكه ودول على شبكه، يعني على سويتش واحد، على سويتش واحد. فاهميني قصدي ايه؟ يعني السويتش من الاخر هقسمه لاكتر من برودكاست دومين، كل مجموعه من البورتات هحطها في شبكه لوحدها. ده انا وفرت في الفلوس كتير، ده انا بدل كنت ما هجيب لكل واحد فيهم سويتش 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 في كل دور، شكرا، واحدد لهم البورتات بتاعتهم، هو ده مفهوم الفيلان. ده زائد كمان حاجه عندي، انا السويتش بتاعي بيبقى فيه 24 بورت، تصوروا كده واحد بيعمل ارب ريكويست برودكاست، صح؟ فالبرودكاست بتاعك يروح لل 24، لا ده هيقلل حجم البرودكاست فهيزود لك السكيورتي. يعني كل برودكاست ده مجموعه، الله يكرمك، كل برودكاست لمجموعه من البورتات معينه، يبقى هو زود عدد البرودكاست، بس عمل ايه فيها؟ قلل حجمها، صح كده؟ يبقى فايده الفيلان الاول، ها تعال نكتبهم كده عشان الراجل ده بيهرش في دماغه مش فاهمهم. فايده الفيلان، ها نعمل ايه؟ يقلل الكوست، ريديوس الكوست. تاني حاجه هيزود عدد الشبكات على السويتش، انكريس ايه؟ برودكاست اكتر من برودكاست، الله يكرمك، دومينز نمبر، هزود ايه؟ عددهم، صح كده؟ هزود عدد البرودكاست، عندي بدل ما كان فيه برودكاست واحد بقوا 3. بس يا معلم هيعمل ايه بقى؟ هيشرينك. شرينك يعني ايه؟ يقلل، يكمش. ها برودكاست دومين سايز، مش فاهم، مش فاهم برضو. ولما تقلله هتعمل ايه يا عم باسم؟ تصور كده انا عندي 24 بورد، كنا زمان لما حد يجي ياخد اي بي فاكرين اول رساله كان اسمها دي اتش بي ديسكفر، رساله برودكاست في كل شبكه،
فكانت الرساله بتاعتك تطلع يا ابو حميد تروح للجهاز ده والجهاز 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 ده تروح لكل الناس صح كده. ولما تجي لك يا عم باسم والله لو انت مش شغال دي اتش بي سيرفر توقع الرساله فالراجل ضيع بنده يدفع الفاضي صح. ده زائد كمان ان ممكن احتمال يكون حد بيعمل اتاك عليك جوه السويتش فضد السكيورتي. لا ده دلوقتي احنا بقينا ايه والله دول مع بعض في شبكه على خيرت الله مع نفسه دول مع بعض في شبكه دول مع بعض في شبكه. يعني الجهاز ده اللي بيعمل برودكاست دلوقتي يروح لمين؟ للاثنين دول بس. الله يكرمك. فانا زودت كده السكيورتي اهو كده لما هعمل كده هزود ايه انكريز ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص. بيتعامل يا عم محمد هو سويتش واحد فيزيكال حقيقي وثلاثه فيرتشوال اربعه فيرتشوال ها عادي جدا. انت قسمتهم مش قسمتهم شبكات عامل البروس اللي انت عايزه بقى ده كل شغل سكيورتي بعدين لما اخلص اس ان ايه انا بنتكلم في الموضوع بتاع السكيورتي تمام كده ها فهمتوا انا عايز اعمل ايه. طيب لو انت بقى عندك لو انت عندك تصور كده مبنى اهو والمبنى ده ثلاث ادوار حلو يا معلمين في كل دور هجيب سويتش وانا عندي في الشركه ثلاث اقسام فكل سويتش هقسمه ايه ثلاثه. تصوروا لو انا ربطتهم ببعضهم 10 لو هي دي الفلان رقمها 10 تكلم 10 تكلم 10 ايه يا عم الجمال ده و20 تكلم 20 تكلم 20 و30 تكلم 30 تكلم 30 شوف شوف بقول ايه موظف. طب بذمتك يا اخي لو انت ما فيش عندك الفيلان وعايز توصل الموظف ده مش كنت اشتريت له سويتش على الاقل 8 بورتات صح. انما دلوقتي انت ممكن تخلي الفيلان 10 ما لهاش غير بورت واحد على السويتش اللي فوق الفيلان 20 لها 5 بورتات الفيلان 30 لها 8 ايه المرونه اللي عندك دي؟ يعني كمان انت مقسمها سويتشات والسويتشات احجامها مش متساوي على حسب الموظفين اللي عندك بالظبط تمام. زي بقولك عندي موظف قاعد في دور الرابع انا هقول له انزل عشان انت مع السوشي بتاعك. لا يا عم خليك قاعد في الرابع بس حاجز لك بورت تبع الاتش ار فوق تبع شؤون الطلاب فوق تمام. فدي كمان الفيلان كمان بتقدم لك حاجه اسمها ايه فليكسيبيليتي مرونه. يعني ايه المرونه يا جماعه؟ يعني في اي وقت عايز بورت احجز على قد الموظفين اللي عندي بالظبط اهو. يعني مش شرط لما اجي اقسم السويتش لا والله انا هحجز بورتين للمبيعات مفيش غير 2 موظفين هحجز 10 للتسويق هحجز 5 للاداره ومال والباقي ممكن اخده برضه فيلان واركنه عشان ما يخش معايا مثلا اقفله خالص يا عم ما اركنوش اقفله لحد ما اجي استخدمه تمام. يبقى انا وفرت زودت السكيورتي فليكسيبيليتي ملهاش حدود. ها تيجي بقى نشرح الفيلان ازاي بتتم. تعال نشرح بقى الفيلان ازاي بتتم. مفيش حد مش شغال سويتشنج الا مطبق مبدا الفيلان. سويتش واحد هرميه كل الاقسام كل قسم منهم عامل له فيلان تمام. تعال بقى نشرح الفيلان. هتحط لي ام الفلاشه بتاعتك لحد ما اوصل الجهاز. انا ما حطيتش الفلاشه. ايوه انت حط الفلاشه بتاعتك لحد ما اوصل ام اليو اس بي. انت جايب الفلاشه معاك ليه؟ لسه جايب الفلاشه النهارده اول يوم. خلينا بقى نقعد نعطل نفسنا بقى. ها يلا كده تعال نشوف الفيلان. ها الفيلان بتاعتنا ها نسيتها. طب اجري هاتها بقى. الفيلان بتاعنا الفيلان بتاعتنا دي نوعين لما نيجي نعملها. نوع اسمه استاتيك فيلان ونوع اسمه دايناميك فيلان. الاستاتيك فيلان بيسموه ساعات البورت
بيزد فيلان. اما الديناميك فيلان بيسموه ماك بيزد فيلان. تمام؟ تمام؟ البورت بيزد ايه؟ فيلان والماك بيزد فيلان. ده المور كومن. ده اللي هتلاقيه في السوق على كل السويتشات. قصته ايه يا عم محمد ده؟ قصته ايه؟ ان انت بتيجي كده عندك هنا اهو تقسم، تقول والله من البورت رقم واحد للبورت رقم خمسة تبع المبيعات، من البورت رقم ستة للبورت رقم عشرة تبع التسويق، من البورت رقم 11 للبورت رقم 15 تبع الاي تي. اهو يعني عنده جدول كده السويتش فيه البورت وفيه رقم مين؟ الفيلان. يقول لك من البورت رقم واحد للبورت رقم خمسة تبع الفيلان اللي رقمها 10 اللي هي اسمها مين؟ المبيعات. من البورت رقم ستة للبورت رقم 10 تبع التسويق اللي هي الفيلان رقم 20 اهي. البورت رقم 11 البورت رقم 15 تبع مين؟ فيلان 30 اللي هو مين؟ الاي تي. طيب النوع الثاني وده اللي شغال وده اللي موجود على كل السويتشات اتش بي وسيسكو وغير سيسكو. لو ايه؟ لا انا مش دعوه بالماك بقى دلوقتي، هو بيقسمهم فيلانات بناء على البورت. ماشي بقى على البورت بس مش لازم البورت. لا ملوش دعوه بالماك خالص. لو انت عايز بقى تلبس البورت بقى عن ماك اعمل بورت سيكيورتي. انما انا دلوقتي معروف من البورت رقم واحد للبورت رقم خمسة تبع الفيلان بتاع المبيعات. والله شديت اي كابل حطيته من واحد لخمسة الراجل ده هياخد اي بي من المبيعات. حاجة استاتيك كده. حلو؟ كأن عندك ثلاث سويتشات، واحد بادئ من واحد لحد خمسة والتاني بادئ من ستة لحد عشرة والتاني بادئ من 11 لحد 15. ما حاجه السويتش ما يعرفش حاجه، انت اللي هتحطه انت بايدك. انت اللي هتحط البورت انت عارف بقى البورت ده كذا كذا بتاع انت اللي عارف بقى، لا تخش بقى على السويتش تتشيك هو مين تبع مين. السويتش ما هوش عارف. السويتش بقى بتقسمها انت في الاول وشكرا، السويتش بيحفظ بقى. حد توصل من واحد لخمسه يرميه في المبيعات. بالظبط كده. تمام؟ لا النوع الثاني بقى اسمه الماك بيزد فيلان. القصه ازاي بقى؟ القصه ان السويتش بتاعك بيخزن الماك والفيلان. وده عملوه عشان الحاجات الوايرلس. انا عندي اكسس بوينت. على حسب الماك اللي داخل هرميه في الفيلان بتاعته. يعني يقول لك الماك اللي اسمه اكس تبع المبيعات. الماك اللي اسمه واي تبع التسويق. الماك اللي اسمه زد تبع الاي تي. بس الاول والله الماك بتاع اللاب بتاعك وصلته ببورت دخلته وايرلس دخلته باي طريقه على السويتش هو بيتشيك الاول على الماك يشوف الماك ده تبع انهي شبكه بالظبط. طب مين اللي بيخزنهم؟ ده لازم الادمن يسجلهم فين؟ في الاول لما الموظف يخش الاي بي كده اللي هحد الماك السويتش منه ده اي بي. انا كده عندي بخش على السويتش. انت موظف عين جديد عين في قسم ايه؟ التسويق. تمام. اللاب بتاعك الماك بتاعه ايه؟ ادهولي هم مديني الماك هم داخل على السويتش مسجله الراجل ده تبع التسويق. بالظبط. دي متعبه في كده ان انا هقعد اسجل اجهزه كلها اللي عندي فين في الماك ادرس تيبل. بس ممكن لو عندك الدومين كنترول لما نيجي نتكلم على السيستم تلقطهم من الدومين كنترول على طول. انا بفكر حاجه ثانيه، بفكر مثلا احد مثلا الايبهات مثلا يا عم احنا سويتش احنا سويتش يا عم احنا سويتش احنا سويتش صح كده. بس النوع ده مش منتشر، ده هو سويتش واحد بس موديل واحد بس اللي في سيسكو اللي بيعمل الكلام ده. وبيسموا السويتش ايه؟ بيسموا السويتش ايه؟ السويتش اللي بيعمل كده فيلان ممبرشيب بوليسي سيرفر. اهو فيلان ممبرشيب بوليسي سيرفر. مطلوب منك النهارده تروح تعرف نوع السويتش ده ايه في سيسكو. لو كتبت سيسكو موديل في ام بي اس هيجيب لك نوع 4000 وشويه يعني. تمام. هل هو ده بقى سيسكو بس ولا ينفع تقول لا ده سيسكو بس كل الاجهزه شغاله النوع الاولاني.
الاولاني اللي هو الاولاني اللي هو اللي هو ستاتيك بورت او اللي هو بالبورت. بس التاني استخداماته اكتر لان انا بقى الدنيا كلها دلوقتي يا ابو حميد راحه موبيليتي راحه موبايل وكلام من ده، فمحدش مربوط بسلك، فمحدش مربوط ببورت، بس لها حل برضو على النوع الاولاني. بس بقول لك ده النوعين الاثنين اللي موجودين، انتوا فهمتوه من النوعين الاثنين شغالين ازاي؟ هنركز بقى على النوع الاول لان ده اللي عليه وده اللي موجود على طول. حلو الكلام؟ تعال نشوف النوع الاول بقى ازاي بكريت الفيلان. هناخد بقى دلوقتي امبلمنتيشن. امبلمنتيشن يعني ازاي ننفذ الفيلان على السويتش اوف. الفيلان لا معلش احنا خدناها كده على السريع. ماشي قول. ها لا بالنسبه دلوقتي للماك اه ماشي، احنا دلوقتي بندخل الماك. ايوه انت كادمن. انا كادمن بدخل المكان ده مثلا انت ما لقيتش ار ده مثلا اكيد المكان الله يكرمك خلاص خلاص تمام. عاوز اضيف تاني تخش تاني تضيف برجع بقى ادخل سوق. انا كنت عملت مثلا ايه 10 مثلا للاي تي تمام وغير الموظف يعني ارجع ما لا انت ما بتعملش 10 انت بتعمل على اللي قد عندك يعني قصدي خمسة هم موجودين خمسة موجودين في مكتب تمام إيه عايز ضيف تخش تضيف ضيف ازاي احنا عملنا خمسة هنا و10 هنا و10 هنا انا ما عملتش خمسة و10 انت ضيف النوع الاولاني يابا يابا ضيف النوع الاولاني اه مفيش تحديد فيها مفيش تحديد فيه صح كده اللي هاجي ليك يحطه خلاص زيادة عادي ايوه كتير المكان تمام فهمتني كده خمسة و10 ده النوع الاولاني ايوه حلو كده بس طيب. كده بيديك على البورتات اكتر بحيث ان اللي مش شغال انا نازل مكان البورتات اي شبكه من دول. هو انتوا ليه زعلانين من الموضوع؟ بصوا يا جماعه النوع الاولاني من نقطه بسيطه ثواني بس ثواني بس ثواني بس ثواني بس الله يكرمكم كده حبيبي 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 ثواني بس يا عم باسم ثواني بس هقول لك الدنيا. طيب الامبلمنتيشن بقى بتاع الفيلان اول حاجه يا شباب عشان اكريت الفيلان الاول لازم اضيف الفيلان على السويتش يبقى اعمل كرييت للفيلان والخطوه الثانيه اضيف جواها البورتات اد بورتس جوه الفيلان. انا كده بتكلم عن النوع الاولاني من الفيلان هو ده اللي علينا الاول اكريتها انشئها على السويتش وبعدين احط فيها البورتات اللي انت عايز تحطها فيها بقى. طب علشان اكريت الفيلان كل فيلان لازم يكون لها رقم نمبر وكل فيلان لازم يكون لها نيم اسم. الارقام بتاع الفيلان ده لازم. طب انا لو ما حطيتش الاسم هو يحطه لك لا ايه اسم مالك اي اسم يبقى لازم احط لكل فيلان ايه رقم. اما النيم بتاع الفيلان اي حاجه. طب الرقم بتاع الفيلان ده بياخد ارقام من كام لكام؟ بص يا معلم لما نيجي نحط ارقام الفيلان ركز بقى معايا عشان ما تذكرش كتير يعني ما تقعدش تقرا. النمبر بتاع الفيلان ده رقم من الواحد لحد 40096 اسف 4096 يا نهار ابيض انا على السويتش الواحد ممكن اكريت 4096 فيلان كريتهم يا عم محدش هيقول لك حاجه. ما ترجعش بقى تقفل دماغك وتقول لي هجيب لهم منين بورتات انا ماليش دعوه عندي بورت فيه 10000 بورت ماشي ما انا انا ماليش دعوه بالمواضيع دي كلها انا اهم حاجه الكوماند بتاعي بيجيب لحد 4096 صح؟ تمام كده؟ يبقى انا عندي الايه ارقام البورتات يعني ارقام الفيلان ايه؟ اقدر احط 4096 فيلان على السويتش الواحد. الرينج ده يا عم محمد مقسوم حتتين رينج نورمال ورينج يا عم احمد اكستندد. هو كده الفيديو شغال؟ الفيديو شغال اه امال ايه؟ رينج نورمال ورينج اكستندد. النورمال رينج من الواحد لحد 1005 يعني انا لما انا اجي اشتغل واحط ارقام البلاد المفروض يا عم باسم احط من واحد لحد 1005 ما زودش عن كده تمام؟ خلاص كده ده بيسموه الرينج العادي. والرينج ده هو اي فيلان بتكريتها بتخزن على الفلاش في ملف اسمه فيلان دوت يعني ممكن حد يجي كده ايه يقوم عامل لك اريز فلاش فيلان دوت مطير لك كل الفيلان انت عملتها. يبقى الملف اللي بيتخزن فيه ارقام الفيلان والبيانات بتاعتهم اسمه فيلان دوت موجود فين؟ جوه الفلاشه بتاع السويتش.
ده الحاجه الوحيده اللي في الكونفيجريشن بتخزن جوه الفلاش بتاع السويتش. حلو الكلام. طيب الاكستندد لو انزنقت يعني خلصت الرينج ده وانزنقت عندك من 1006 لحد 4096 وده بيتخزن فين؟ في الان في رام في برضه في ملف اسمه فيلان دوت دات. يبقى انا شغال على النورمال خلصته وانزنقت اخش على الاكستندد. الفيلان دوت دات اللي هو اللي اسف النورمال بيدعم حاجه اسمها الفي تي بي بروتوكول. ده ما بيدعمهاش وهناخدها الفي تي بي بروتوكول. ده الفرق ما بينهم. وهتعرف يعني ايه في تي بي. ده جزء من نازل في الفيرجن الجديد بقى. جديد خالص. اللي هو الفي تي بي. هناخده مع الفيلان. يعني نخلص الفيلان ونخش عليه. شابتر اسمه الفي تي بي. النورمال رينج بيدعم الفي تي بي. هو ايه الفي تي بي؟ هقول لك بعدين. الاكستندد رينج ما بيدعمش. يعني تاني نرجع لموضوعنا هو انت كنت بتتكلم فيه اساسا؟ هو انا كنت بتكلم عايز اكريت الفيلان. فقلت لك كل فيلان لازم يكون لها رقم ولازم يكون لها اسم. الرقم شرحته لك دلوقتي وقلت لك الارقام من رينج كام لكام ومقسومين حتتين صح كده. والاسم ممكن ما تكتبش اسم وهو يكتبه لك بمزاجه. ازاي يعني؟ انا ممكن دلوقتي اخش على السويتش اهو بتاع الباك تريسر حلو الكلام. اهو ادي السويتش بتاعي اهو 2960. هو السويتش متكرت عليه فيلان الاول قبل ما كرت عليه فيلان واحده بس. السويتش متكرت عليه فيلان واحده موجود جواها كل البورتات اسمها فيلان واحد. وعشان كده كل البورتات بتكلم بعضيها لانهم جوه ايه فيلان واحد. يبقى السويتش لو انت ما كرتش عليه بورتات فيلان يا محمد لو جيت عملت انيبل كده شو ده كوماند جديد اهو فيلان بريف وريني الفيلانز اللي عندك. يا نهار ابيض في فيلان رقمها واحد اسمها الديفولت موجود عليها مين يا معلم؟ كل البورتات بتاعتنا اهو. وعشان كده كنت انا بقول لك زمان كل البورتات بتاع السويتش موجوده في وان برودكاست دومين. ليه موجوده في وان برودكاست دومين؟ لان كل البورتات بتاع السويتش جوه الفيلان رقمها كام؟ واحد. اه صح كده. وعشان كده هما بيدفعوا بيتكلموا مع دلوقتي بقى هتاري انا بيلان جديده واخد البورتات اللي انا عايزها من البيلان واحد ده ولا البيلان الجديد حضرتك ممكن اكلم بيلان واحد كده ايه بيلان واحد انا ما بقولش كده بيلان واحد هي اصلا جاي بيتكلم بيلان واحد هي بيتكلم يا محمد بيلان واحد انما انا بعد كده بقى هكلم بيلان اثنين وثلاثه واربعه وخمسه يعني كريتا واحد بس واحد يعني انا ممكن اكلم اللي هو الثلاث شبكات او الاربعه على حسب الشبكات اللي انا اللي انت عايزهم الله يكرمك. وكل البورتات بتاعتك موجوده فين باي ديفولت؟ في البلان اللي رقمها واحد. يعني كل البورتات باي ديفولت موجوده فين؟ في البلان واحد. كريت في بلان رقمها 10 واسمها مبيعات. وعايز احط فيها خمس بورتات من واحد على واحد من زيرو على واحد لحد زيرو على خمسه. ايه اللي هيحصل؟ اول ما تحط فيها البورتات البورتات تنشال من البلان واحد تروح للبلان كام؟ 10. انت كده عزلت الخمس بورتات دول. بقوا البلان واحد لوحدها والبلان رقمها 10 لوحدها. الله يكرمك. والبلان واحد ديت يا جماعه ما ينفعش تنشال ما ينفعش يتغير اسمها اهو. يبقى البلان واحد دي اهو يبقى باي ديفولت يا جماعه باي ديفولت لما باجي بالسويتش من المصنع باي ديفولت اول سويتش بورتس كل البورتات بتاع السويتش ار ا ممبر بتبقى اعضاء ان فيلان رقمها كام؟ واحد. الفيلان واحد دي اسمها الديفولت فيلان. هي اسمها كده ديفولت فيلان اللي جاي من اول ما السويتش خرج من المصنع تمام كده كل البورتات موجوده فيه. الفيلان اللي رقمها واحد دي ها كانت ديليت ما تعرفش يا معلم تلغيها. كانت رينيه ما تعرفش تغير اسمها. يعني ما تعرفش تغير الديفولت ده تسميها ميدو مثلا صح كده؟ يبقى كانت ديليت وكانت رينيه ما تعرفش تغير اسمها ولا تعرف تلغيه.
بس انا خدت البورتات كلها بس تبدا مره اه موجوده بس فاضيه اه كنت بس فاضيه وده طبيعي انا عايز عشان السكيورتي افضيها فضيها يا عم فاضيه بس موجوده لازم اه حلو لانك ما تعرفش تلغيها يا عم محمد لما السيرفر ترجع كل ده هقول لك بقى اه تمام حلو كده هي اللي شايله كل حاجه بس في عندنا يا عم رضا بص يا عم رضا عندنا ايه عندنا في كمان 3 فيلان تانيين او 4 فيلان مش مستخدمين 1002 و1003 و1004 و1005 دول كده دول كده موجودين للتكنولوجي اللي كانت موجوده زمان حاجات بتاع ال اف دي دي اي وحاجات بتاع الفايبر وحاجات بتاع ايه توكن رينج وكده يبقى ده بيسموها ليجاسي تكنولوجي التكنولوجي القديمه عشان لو حد لسه شغال عنده التكنولوجي دي يعرف يربط السويتش ده معاها يبقى في عندنا كام فيلان موجوده على السويتش باي ديفولت 5 فيلان اسمها الفيلان واحد اللي شايله كل البورتات واربع فيلانات التكنولوجي اللي قبل كده القديمه قوي يبقى لما يجي لك في الامتحان هو كارت فيلان 10 و20 ويقول لك عاد الفيلان اللي موجود على السويتش بكام 7 الاثنين الجداد انت كريتهم والخمسه القدام صح ها ما دول موجودين في الفيلان ثانيه و105 ما ينفعش ما ينفعش اه الفلور معاك معاك لحد 101 بالظبط كده بس بيسموا الرينج من 1 لحد 1005 نورمال رينج انت وانت بتقدر تشكل غير كام من اول 2 لان البيان واحد ما يقدرش الكريت من اول 2 لحد 1001 1002 و1003 و1004 و1005 موجودين حلو كده ولا معايا ها طيب تعال نكريت فيلان بقى هكريت فيلان اسمها 10 يلا تعال عشان اكريت فيلان لازم الاول يا عم رضا اخش على ايه على الجلوبال كونفيجريشن نعم اه ما تعرفش تلغيهم وما تعرفش تغير اسمهم تمام فيلان رقمها 10 النيم سيلز ممكن ما اكتبش النيم يعني اكزيت اهو فيلان رقمها 20 ومش هسميه هو هيسميها لي حلو الكلام طب تعالى انا عايز اتاكد ان هم اتكريتوا اعمل كنترول زد واعمل شو فيلان دريف ادك فيلان رقمها 10 واسمها ايه سيلز وادى الفيلان اللي رقمها 20 انت ما سميتهاش زعلان هو سميها لك اديها اسم هو من عنده انما ما تنفعش تعمل فيلان من غير رقم حلو الكلام بس خد بالك يا عم باسم الفيلان الاثنين فيلان انت كريتهم فاضيين ما فيهمش حاجه لسه صح كده يبقى احنا اول خطوه عندنا عملناها ان احنا خدنا ازاي نكريت الفيلان اهو اهو بس عامل فيلان هو اكتب رقم اهو اه بالظبط ادي الفيلان اهو ادي الشابتر بتاع الفيلان حالا اهو حالا اهو بس اه فيلان ورقمها الفيلان ورقمها لا مين قال كده انا ما كتبتش حاجه انا كتبت حاجه قلت فيلان يا واد اسمها رقمها 20 رقم الفيلان 20 مش رقم البورت خالص ليه دخلك رقم البورت هو بقى عايز اسميها فيلان 100 فيلان 200 فيلان 500 محدد ده بعد كده رقمها 100 رقمها 20 رقمها 500 اي ارقام اي ارقام رقم رقم اه ايه الاثنين دولك يعني ايه الاثنين دول بقى عندي اثنين فيلان واحده رقمها 10 وواحده رقمها 20 يا عم انت رقمك جوه الكليه 10 رد رقمك جوه الكليه 20 بحدد لك رقم بطاقتك 10 رقم مراته 20 ايه ال 20 10 دي مش معنى كده 10 ممكن يخليها 2 او 3 صح؟ انت فاهمني؟ هو 10 ولا 20 لسه لا لا خالص هو 10 افكر انت حد ممكن بس اصبروا بس اصبروا بس اصبروا بس فيلان 10 ده رقم فيلان اختاره زي ما انت عايز مش احنا قلنا يا معلم بنختار رقم البورت رقم الفيلان من الرينج ده وقعدت تسالني في الرينج اللي هو ده اختار يا معلم اي رقم من دول اه اي حاجه يا عم بس مثلا ها اختار اي حاجه يا عم ده رقم الفيلان ده رقم الفيلان اه كان ممكن واحد تاني كان ممكن واحد تاني محمد يعملهم فيلان رقمها 2 فيلان 2 وفيلان الثانيه فيلان 3
ماشي انا كنت رقم فيلان 10 كارت ايه فيلان 20 دي بقى فيلان ثانيه خالص فيلان ثانيه انا عايز اكاري 3 فيلان على السويتش 3 فيلان على السويتش اكاري واحده فيلان 10 واحده فيلان 20 وواحده فيلان 30 ايه رايك حلو كده نورمال لازم كده يا جماعه اي رقم اي رقم اهو دخلت اهو يا معلم اهو قلت له كونفيجر تيرمينال فيلان 10 النيم مبيعات اكزيت فيلان 20 النيم مارك ماركتنج تسويق اكزيت فيلان 30 النيم اي تي كان ممكن محمد يعملهم ايه 2 و3 و4 بس انا كمان 10 و20 و30 شكلهم حلو ولا اعملهم 10 و20 و30 مثلا لو انا عملت فيلان 30 بس خلاص قريت على ناس وبتاكل بس خلاص دخلت على بيلان 30 اهي هيعمل اوفررايد هيشيل قديم بس مش هحطه المرتبه لازم احطه هيشيل قديم مش تمام ما هو انا عملت عليهم اهو اللي كنت مكررتهم عملت عليهم تاني تمام اهو يا معلم كوبي اهو يا معلم اهو حطهم هنا اهو ايه المشكلة بقى؟ اهو ادي البلان الاولانية وادي البلان التانية وادي البلان التالتة. كريت بس فاضيين دلوقتي مفيش فيهم بورتات. يعني لو جيت دلوقتي عملت شو اهو كنترول زد شو فيلان بريف هنلاقي ايه؟ هنلاقي الفيلان رقمها واحد من الكريتة واخدة كل البورتات. الفيلان 20 وال 30 وال 10 وال 20 وال 30 مفهومش حاجة اهو فاضيين اهو. انا خلصت اول خطوه اهي صح كده كوبي اهو وحطه فين في النوت باد اهو طيب انا عملت بس الفندس فلان 10 20 30 عشان خاطر في ثلاث اقسام عاوز اعمل الله يكرمك انا دلوقتي لو عندي اكتر عاوز ازود بعد كده اعمل فيلان 40 فيلان 50 ما شفتش الكريت اللي انا عملته لا ينفع عايز تعمله اعمله بس كده تمسح القديم هتمسح القديم يعني واحد عنده فيلان رقم 10 يخش يعمل فيلان 10 ثاني 10 عشان تاني عاوز اغير حاجه 50 70 بالظبط ما يغيرش القديم حاجه لا خالص حلو كده مش لازم تمشي 10 20 بالظبط لو انت عايز هو الناس عملت فيلان 20 حطيت على مثلا ده رقم 5 بيتزا اكتب زي ما انت عايز ادخل بس لسه انا ما خدناش زيت البورتال زي محمد بص ازاي طيب انا كده عملت اول خطوه يا شباب اول خطوه ايه اول خطوه عملتها انا كريت الفيلان صح عايز اضيف فيها بورتات بقى عشان اضيف بورتات جوه الفيلان خطوتين اتنين لازم الاول احول البورتات لاكسس نفس البورت سكيورتي وبعدين اضيفها جوه الفيلان يبقى انا هعمل كده كم خطوه على كل بورت خطوتين احوله الاكسس وبعدين اضيفه جوه الفيلان لما تضيفه جوه الفيلان يا محمد زي ما انت عايز ممكن امشيهم بورت بورت او ممكن اعمل رينج وبدخل على مجموعه زي ما انت عايز حلو طب انا ضفت خمس بورتات من واحد لحد من زيرو لواحد لحد زيرو على خمسه جوه الفيلان 10 ايه اللي هيحصل؟ كده انت بتاخد من زيرو على واحد لحد الخمسه من الفيلان واحد توديهم للفيلان الجديد. عزلتهم كده عن بعض. حلو؟ تعالى كده نشوف ازاي بنعملها. يعني يا محمد انا عايز ايه؟ اضيف خمس بورتات فعشان ما تتعبش نفسك وتخش عليهم بورت بورت تقوم عامل الكوماند ده انترفيس رينج فاست ايثرنت من زيرو على واحد لحد كام؟ خمسه مش انت عايز من زيرو على واحد لحد خمسه؟ حولهم الاول يا معلم اكسس سويتش بورت مود ايه؟ اكس سويتش بورت اكسس ايه؟ فيلان 10 خدهم كوبي اهو بس يا معلم اهو خدهم كوبي اهو وحطهم فين؟ في النوت باد اهو صح كده؟ لما تيجي دلوقتي تعمل
لما تيجي دلوقتي تعمل شو في لامب ريف، شايف هما كانوا فين؟ نزلوا على واحد لحد خمسة، من زيرو الواحد لحد خمسة كانوا جوه الفيلان كام؟ واحد، وفيلان عشر كانت فاضية. تعال شوفهم بقى دلوقتي، دلوقتي يا معلم بقى اهو ازاي دلوقتي. كنترول زيرو شو فيلان بريف، اوبا بداية زيرو على واحد، الفيلان واحد بقى اتنين، بقوا شوية البورتات اللي فوق دول ما يعرفوش يكلموا البورتات اللي تحت دي. تمام؟ طيب عايز اضيف من زيرو على ستة لحد عشرة في الفيلان عشرين، ومن عشرة لحد خمستاشر في الفيلان تلاتين، من عينيا. بس كل دول على شبكة واحدة صح؟ يا واد زيرو على واحد لحد الخمسة عشان شبكة واحدة. تمام؟ انت كده بقى عندك شبكتين دلوقتي. صح؟ اهو اهو. كوبي. اهو. بقى عندك دول شبكة يا معلم ودول شبكة. صح يا عم باسم؟ دول معذور عن دول. ده برودكاست وده برودكاست تاني. ده سويتش وده سويتش تاني. ليك حق دلوقتي تقول كده بقى. ده سويتش وده سويتش تاني خالص. لأن عملت سويتشين. يا عم ده راجل جنبي، ده راجل ده كابل داخل ده جنبي يا عم. لا بس ده شبكة وده شبكة تاني. صح كده؟ نعم؟ ايه يا عم مش حابك احمد؟ طيب يلا يلا هنخش ايه يا جماعه؟ نضيف البورتات الثانيه كونفيجر تيرمينال انترفيس رينج فاص ايثرنت 0 على 6 لحد كام؟ سويتش بورت مود ايه؟ سويتش بورت اكسس كام؟ فيلان 20. تمام اهو كوبي حطه فين؟ في النوت باد اهو. طب عايز اضيف ال 11 لحد ال 15 يبقى اكزيت انترفيس رينج فاص ايثرنت من 0 على 11 لحد ال 15 سويتش بورت مود ايه؟ اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 30 اهو. حلو قوي ربنا يهدي الحال اهو. بعد ما الراجل قسم محمد انزلق في بورت، بعد ما قسم جاله موظف جديد تبع المبيعات. بسيط قوي. هيعمل ايه يعني؟ نفس الكلام. نفس الكلام يقوم بس داخل ايه؟ اكزيت انترفيس فاست 0 على 16 اول بورت فاضي. سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10. يا عم المشكلة يبقى الفيلان 10 اديتها من 1 لحد 5 و16 بس ياخد الفيلان بس. شفت شفت المرونة يعني؟ لو جيت كده قمت ايه؟ شو فيلان بريف قال لك ايه؟ من الواحد لحد 5 و16 تبع الفيلان 10 بس. بس الاول احول البورت الاكسس وبعدين اضيفه جوه الفيلا. طب البورت طبعا لو كلها مثال وعايز اخد بورت من حد ثاني ينفع؟ ينفع. يعني ايه الراجل بيقول لك انا عايز اخد البورت رقم 0 على 5 اوديه الفيلا 20؟ يا عم حد هيحوشك والله ما حد هيحوشك. كونفيجر تيرمينال خش جوه البورت انترفيس فاست 0 على 5 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلا 20. تاخد بالك كمان انت ممكن ما تكتبش مود اكسس لانه اصلا حالته اكسس. قول يا محمد. بس مش بعد كل ده المفروض بقى نعمل اللي هي كوبي لسه 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 ما قلتش لسه ما قلتش لسه ما قلتش لا لسه ما قلتش الكلام ده لسه ما قلتش الكلام ده. تمام اهو كوبي ده الكلام ده اهو زي ما انا عايز اعمل اللي انا عايزه في السويتش بتاعي اهو. حلو يا معلم. طيب عايزين بقى نطبق عملي بقى. نطبق عملي ازاي؟ نحط بقى اجهزه بقى وكده نظبط نفسنا قد اهو. هجيب واحد اتنين دول بتوع المبيعات دول بتوع التسويق دول بتوع الاي تي
وده كابلات اهو. من زيرو على واحد لحد كام؟ لحد الخمسة صح؟ اهو. طيب البلان التانية من كام؟ من ست. لما اجي اوصل يا معلم اوصل لستة اهو. اهو. والسبعة. طب التاني من اول كام؟ 11. اهو شفت؟ مش اي بورتات. اهو. اه يا عم. صح ولا ايه؟ ولا انا ماشيهم ورا بعضهم يبقى انا اللي عملته عجنت. صح؟ ما تشغل يا ابني التكييف يا ابني، امال مديك الريموت ليه؟ كل ده مش عارفوش. حلو كده؟ في حد عنده مشكلة؟ المشكلة بقى جاية اهي. قال لك كل فيلان، كل فيلان اتش فيلان هاز ايه يا جماعه؟ ا ديفرنت سب نت، ا ديفرنت نتورك. الله يكرمك. كل فيلان ليها شبكه واحده. يعني ايه؟ الفيلان اللي رقمها 10 هدي لها اي بي 192 168 1 0. الفيلان 20 هدي لها اي بي 192 168 2 0. الفيلان 30 هدي لها اي بي 192 168 3 0. كل فيلان لها شبكه لوحدها يا معلم. صح؟ ما ترجعش تقول لي بقى ان هم على سويتش واحد لا يبلوم كان نفس الصدمه، يبقى انت كده بتوحد. ماشي يا عم باسم؟ تمام؟ يبقى لما اجي ادي ايبهات بقى يا معلم. ايبهات حاجه ولا شغل حاجه؟ اه بالظبط اهو. لما اجي ادي ايبهات اهو، يبقى ده ايه يا شباب؟ ده تبع الواحد، يبقى اديله اي بي 192 168 1 2. طيب ده تبع الواحد يبقى اديله كام؟ 1 3. صح؟ اهو. حلو الكلام كده؟ طب ده تبع الشبكه الثانيه، اديله اي بي 2. اهو. بس 2 ايه؟ 2 2 دي شبكه ثانيه خالص. صح الكلام؟ اهو. وزميله اللي جنبه كام؟ 2 3. بخش على كل الجهاز و لحد ما ناخد ازاي بقى نعمل دي اتش بي ونخلي الايباد يتوزع اوتوماتيك. ها ده تبع كام؟ 3 اهو. 3 2. طب وده؟ 3 3 اهو. حلو الكلام كده؟ طيب لا كلهم واصلين. ده لا كلهم منورين يا عم. هو واصلين جهاز وفصل مننا اهو. اهو بص كده، لو الراجل ده عايز يكلم الراجل ده ما يكلمه يا عم. امال تعالى نعمل سيميوليشن كده. شغال اهو، مش معايا في نفس الشبكه زي الفل. طب الراجل ده عايز يكلم الراجل ده، كان فيه خلص. اهو الراجل ده عايز يكلم الراجل ده. طب الراجل ده عايز يكلم الراجل ده عادي جدا اهو. اهو يا عم رايح جاي اهو. ما اقدرش اكلم الناس غير الناس اللي معايا في نفس النتورك بس. طب واحد بقى يستعبط يقوم عامل كده، الجهاز ده هنديله اي بي من الشبكه واحد، مش ممكن حد يستعبط؟ بس انا ملبسه في مين؟ في الفيلان التاني. طب خليه يكلمه كده، هيعمل اربع فاضي. اسف، من هنا لهنا. يلا يا عم الراجل بيدور عليه في شبكته مش لاقيه اهو، عمره ما يقدر يوصل له اهو. هو مكتوب ايه؟ مكتوب في الباك يا محمد؟ واحد اتنين عايز يكلم واحد اربعه.
هو لما يجي حد يكلم حد بيعمل ايه اربع عشان يشوف الماك بتاعه بيعمل اربع ما يلاقوش معاه في الشبكه بتاعته عشان هم مفصولين عن بعض. يعني هو واحد ده خط واحد واحد اتنين خط واحد. انا دلوقتي انا ممكن اشرب مع خط واحد مفيش مشكله. خط واحد ازاي بس قول لي خط نت نت ايه يا عم دلوقتي ايه دخلنا في نت؟ انا بتكلم على الشبكه على خط النت نفسه. لو انا عندي خط واحد مثلا خط خارجي نت يعني اليوم كلهم وعايز كلهم يخشوا نت يعني اه دي بعدين ان شاء الله اقدر اعملها تمام كده اقدر اعملها احط راوتر نت واعمل حاجه اسمها ديفولت روت هيكلهم يخشوا نت. بس اصبر بس عليا عرفت دلوقتي في الشبكه الداخليه عندك جوه الكليه عندك ازاي تقسم سويتش اكتر من شبكه وتفصلهم عن بعضهم. بعد كده بقى عايزين ندخلهم نت كلهم مع بعض هندخلهم لك نت بس كلهم مفصولين عن بعض ما يكلموش بعض بالظبط. هنسى بدري شويه تمام كده. في حد كده عنده مشكلة.